الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، نحن اليوم في موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام لفضيلة الشيخ عطية صدر رحمه الله تعالى، وقد وصلنا فيها إلى الجزء الثالث في حقوق الزوجين كل منهما على الآخر. وما زال الشيخ يتحدث عن القواعد الأساسية للحقوق الزوجية، يقول: المفروض بل الواقع أن الرجل هو الجدير برئاسة الحياة الزوجية بحكم مواهبه ومزاياه الفطرية والكسبية، وذلك بنص القانون الإلهي بقوله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقوله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وتوضيح هاتين الآيتين مذكور في بحث الحجاب وقد مر، وهذا أمر مقرر من قديم التاريخ وفي كل الأديان، فقد قرر أرسطو عند حديثه عن الأسرة أن الطبيعة عينت مراكز أعضائها وهم الزوجان والأولاد والعبيد، فالعاقل يحكم كسيد، والقوي الجسم ينفذ ويخدم هو الخادم يعني، فالرجل سيد والمرأة أقل عقلا، فعملها الزينة وتدبير المنزل، والعبيد للأعمال الصعبة لأن الله أعطاه القوة. كلام أرسطو هذا من قبل إيه؟ من قبل الإسلام. وقال حكماء الهند: لا تخالط النساء كثيرا ولا تتركوهن يملكن أنفسهن، لأن المرأة تعامل الرجل الضعيف كأنه الغراب الذي نتف ريشه. يعني هي تملك ولا تملك، لأنها لو ملكت طبعا بتعامل الرجل الضعيف كالغراب الذي نتف ريشه. فحافظ على هذه المنزلة اللي هي القوامة، ولا تخضع لأي سلطة تحاول أن تنتزعها منك، وراقب تصرفات الزوجة التي تجتهد في إيجاد ثغرة في شخصيتك لتنفذ منها إلى اغتصاب هذا الوسام الرفيع، وتستيقظها حين تثور فيها عوامل الشدة التي تكسى بطبقة أخاذة منسوجة من الحب الذي تمكن في قلبك نحوها، فإن الحب مقود تستطيع المرأة
أن تقودك به إلى حيث هي تريد. يعني لازم الإنسان يحافظ على منزلة القوامة التي أعطاها الله إياه. لأن المرأة طبعا بتجتهد أنها تنفذ إلى قلب الزوج من أي نقطة ضعف تعرفها فيه. وطبعا حب الزوجة ما يجعلش الإنسان ينقاد إلى أي شيء تقوله أو تأمر به أو تشير عليه. يعني يقول لأن الحب ده يعني زي العنان أو الرسن اللي هي المرأة تستطيع به أنها تقود الرجل إلى حيث تريد، وهذا أمر طبعا خطير. يقول الأستاذ محمد قطب في كتابه شبهات حول الإسلام: قوامة الرجل أصلها الفكر لا العاطفة، والمرأة نفسها المرأة نفسها لا تحترم الرجل الذي تسيره ويخضع لرغباتها بل تحتقره. يعني الرجل الذي يسير تحت إمرة المرأة ليس عظيما عندها، وإنما هي تحتقره لأنه أقل منها، فكيف يكون الرجل أقل من المرأة؟ بل والأمريكية، المرأة الأمريكية أخيرا بعد المساواة استعبدت الرجل، فأصبحت هي التي تغازله وتتلطف له حتى يرضى، وتتحسس عضلاته المفتولة وصدره العريض، ثم تلقي نفسها بين أحضانه حين تطمئن إلى قوته بالقياس إلى ضعفها. يعني نشوف هو قوي ولا إيه؟ ولا ضعيف. على أن المرأة إذا تطلعت للسيادة في أول الزواج وهي فارغة البال فإنها تتنازل عنها حين تكسر هموم العيال. يعني حتى ولو كانت في أول الحياة الزوجية يعني تكون سيدة، لكن كسرة العيال تجعلها تتنازل عن هذه السيادة. فهذه القوامة تشريف أدبي يقصد به ربط النظام العائلي. فالحكمة من جعل القوامة عند الرجل بمحور يدور حوله، ولا يراد به الاستبداد والاحتقار للمرأة، بل هي في الحقيقة من باب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. يعني كثير من المغرضين يعني الذين يطعنون في الإسلام يقول لك المفروض القوامة يعني تنقسم قسمين، يعني بين الرجل والمرأة. من قال كده؟ من قال هذا؟ هذه القوامة لضبط شؤون المنزل، فلا بد أن تكون في يد واحدة، ما تبقاش. حتى المثل يقول المركب اللي فيها رئيسين تغرق، ده عايز يمشي كده وده عايز يمشي كده، فلا بد أن يغرق. يعني لا يراد بها الاستبداد من الرجل، ولا يراد بها الاحتقار لشأن المرأة، وإلا هيكون كل مكان فيه ريس وفيه مرؤوسين هيبقى المرؤوسين محتقرين مثلا تحت الريس. طبعا هذا ليس من لم يقل به أحد. ولهذا نرى الإسلام لا يحل للزوج أن يحمل زوجته النصرانية أو اليهودية على تغيير دينها، بل يتركها بدينها عنده. لو هي عملية استبداد واحتقار كان يأمرها مثلا أن تغير الدين، لكن لا،
يتركها كما ايه كما تحب، ولا يبيح له ان يتدخل في شؤونها الماليه تدخلا يمنعها التصرف فيه. يعني ذمتها الماليه مستقله عن الايه الرجل، اذا كان معها مال تتاجر فيه بما يناسب حالها، او تشارك في التجاره مثلا من تريد مثلا من ابويها ابيها او اخيها او ابنها او قريب لها، ولا يامرها مثلا ان تتصرف في مالها بما يريد هو، لا، وانما هي مسؤوله عن مالها، اذا اراد ان يتسلف منها شيئا تسلف ورد اليها المال كما اخذ، لانه مال الزوجه مش داخل تحت قوامه الايه الرد. ولو ارادت الحد لا من مالها لا يجوز له ان يمنعها من الحج، حج الفريضه، لكن حج التطوع ممكن يمنعها، لكن حج الفريضه لا يمنعهاش. تريد ان تخرج الزكاه او ان تتصدق ما يجوزلوش ان ايه ان يمنعها. ولا يحد من حريه رايها في مجالات كثيره، قال فلا تكن ايها الرجل دكتاتوريا بل كن طبيبا، إن لجأ إلى إجراء عملية جراحية أو إن أراد أن يسقي مريضا دواء مرا فليكن ذلك ممزوجا بعاطفة الرحمة التي تحمله على إنقاذ المريض من خطر محقق يراه بخبرته. يعني مفيش حاجة اسمها ايه دكتاتورية في البيت، لا، وإنما هو كالطبيب يعني يجرح ويداوي، يجرح ويداوي. ده الإسلام طبعا الذي يأمر بهذا. قال وإن تنازلت عن رئاستك وقوامتك تخليت عن الميدان وأسلمتها الزمام كانت هي الخصم والحكم معا، الخصم والحكم، يعني تخاصمه تكون خصما لك وتحكم عليك، لا تعرف الموازنة بين القوى المرأة، لأن كل ما تتصرف به فهو موزون في رأيها. إنها إن تسلمت الدفة لم تستطع أن تتجنب الخطر، بل تكون هي الخطر نفسه، بل تكون الخطر نفسه. وكيف تتنازل أيها الرجل عن تشريف منحك الله تعالى إياه حيث جعلك سيدا عليها، كما قال الله في امرأة العزيز وألفيا سيدها لدى الباب. شوف وصفه بإيه؟ بالسيادة، وألفيا سيدها لدى الباب. الله الله، أيليق بك أن تكون بعد هذا عبدها المسخر؟ يعني جعلك الله سيدا، فلو ما حفظتش على السيادة هتنقلب إلى إيه؟ إلى عبد، لأنك أنت إيه؟ تنازلت عن السيادة بنفسك وأسلمتها إيه؟ الزمان. أيليق بك أن تكون بعد هذا عبدها المسخر أو تكون قد بدلت نعمة الله عليك كفرا؟ يعني أنعم الله عليك بالقوامة والسيادة، فإذا تنازلت عنها وأسلمتها الزمام فأنت أصبحت عبدا مسخرا وأبدلت نعمة الله كفرا.
والسيد في اللغة العربية يطلق على الرب سبحانه وتعالى، السيد الحقيقي اللي هو المالك الحقيقي للكون، فتطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومتحمل أذى قومه والزوج والرئيس والمقدم، كل ده يدخل تحت ايه؟ لفظ السيد، او يستحق لقب السيد. كل هؤلاء واصله من ساده يسود، ويطلق على المراه ايضا سيده، كما في بعض الروايات الحديث كل بني ادم سيد. السيد هنا معنى المالك، يعني ملكه الله أمر نفسه من مال وأهل وولد. فالرجل سيد أهل بيته، والمرأة سيدة أهل بيتها. فضل الشيخ عطية بيقول: وأرى أنه إذا قيل الرجل سيد أهل بيته دخلت المرأة تحت هذه السيادة، هي الملك يعني، هو يملك أمر بيته، فالمرأة داخلة تحت هذه السيادة. وإذا قيل المرأة سيدة أهل بيتها لم يدخل الرجل تحت سيادته، نعم، ليست لها القوامة عليه، بل المراد من سيادة المرأة على أهل بيتها من دونها من الأولاد والخدم بس، لكن الزوج ما يدخلش تحت الايه؟ السيادة، سيادة المرأة يعني. سيادة المرأة على ايه؟ من تحتها. هناك حديث البخاري: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، الإمام طبعا اللي هو رئيس الدولة، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. ولذلك المسؤول، والمرأة راعية في بيت زوجها، ما قالش في بيتها، انما في بيت زوجها، يبقى هو ما يدخلش تحت السياده، لكن الرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته. شوف دقه كلام النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى هي داخله تحت السياده، سياده الرجل ورعيته، لكن الرجل لا يدخل تحت رعيته. كل واحد يعمل في الدائرة بتاعته. هذا: وكانت النساء يتحدثن عن أزواجهن بلقب سيد. في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألتها عن الخضاب، اللي هي إيه؟ الحنة. الخضاب هي الحناء. فقالت: كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه، رائحة الخضاب يعني. فعلا كثير من الناس لا يقبل رائحة الحناء. السيدة عائشة لما سألتها المرأة عن الخضاب قالت ايه؟ كان سيدي رسول الله يكره ريحة. فأرادت معنى السيادة تعظيما له صلى الله عليه وسلم، أو ملك الزوجية كما قال الله: وألفيا سيدها لدى الباب، لأن السيد بمعنى المالك،
فهو مالك أمره، مالك أمره. الناس الذين لا يرضون بلفظ السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم، والصديقة بنت الصديق تقول عنه كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب، فسيدته هي رضي الله تعالى عنها، وهم لا يرضون أن يقول سيدنا محمد أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك محمد النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي لواحد ما يسواش نكلة يقول لك السيد الأستاذ فلان الفلان. لا عليك، غير مسلم كمان. هل هذا عقل؟ وقد يكون غير مسلم. سبحان الله. السيد كلمتم والسيد. ومنه حديث أم الدرداء قالت حدثني سيدي أبو الدرداء. حدثني سيدي أبو الدرداء. وهذا تشريف. هذا تشريف. ما دام هو سيد يبقى لابد ان تكون له ايه؟ القوامة والمسؤولية، ولتعلم ايها الرجل ان نفسها كنفسك. خلي بالك دي قواعد في الحقوق الزوجية كل ما نتحدث عنه ها هنا. ولتعلم ايها الرجل ان نفسها كنفسك، ان ارسلت عنانها جمحت، جمحت بك طويلا زي الفرس، وإن أرخيت إذارها شبرا جذبتك ذراعا، وإن كبحتها وسددت يدك عليها في محل الشدة ملكتها. ده كلام الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه في الإحياء. يعني نفسها كنفسك، يعني تكون أمارة بالسوء وتكون لوامة. إن أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا، يعني تدخلها كده شوية تلاقيها إيه؟ جمحت، ولما تقول خرجت من طاعتك زي الفرس لما تسيب له العنان تلقاه خلاص إيه؟ جمح بعيدا. وإن أرخيت عذارها شبرا جذبتك ذراعا. وإن كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشدة ملكتها. يعني الإرخاء في محل الإرخاء والشدة في محل إيه؟ الشدة. قال فاجعل نصب عينيك دائما، تلك النتيجة الحتمية الممهورة بخاتم النبوة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. خلي بالك. وفي الحديث أيضا قال هلكت الرجال حين أطاعة النساء، هلكت الرجال حين أطاعة النساء، رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه. لكن الذهبي أورد بكار ابن عبد العزيز ابن أبي ابن بكرة ابن أبي بكرة في الضعفاء، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، قال هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، يعني أن الحديث مقبول،
هلكت الرجال حين أطاعت النساء، وهما مرويان عن أبي بكر وظروفهما تتشابه، الحديثان يعني عن راو واحد. فالأول حين علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفرس ولوا عليهم امرأة، فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والثاني حين جاءه بشير يبشره بظفر خيل له، وكانت رأسه في حجر عائشة، فقام وخر ساجدا، يعني بشارة بالنص. فلما انصرف من سجوده أنشأ يسأل البشير فحدثه، فكان فيما حدثه أمر العدو، في أمر العدو يعني، وكانت عليهم امرأة، الأعداء كانوا مؤمرين امرأة، فقال هلكت الرجال حين أطاعت النساء، هلكت الرجال حين، نفس الحديث اللي هو لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حياة الحيوان للدميري وعيون الأخبار المكتبة ذكر قصة، بيقول إن رجلا في بني إسرائيل أعطي ثلاث دعوات مستجابة، ثلاث دعوات مستجابة، فطلبت زوجته منه أن يدعو أن تكون أجمل امرأة، فلما صارت كذلك نفرت منه إلى غيره. لما صارت أجمل امرأة حملت ومشت. فدعا عليها الثانية فصارت قردا أقبح ما تكون القرون. هي نسيت إيه؟ إن ده فضل دعوتين. نسيت. انا اقول لك هي دايما المرأة نظرها تحت ايه؟ تحت ارجلها، يعني تنظرش للمستقبل، نظرتها وقتية ما تنفعش في شيء. نسيت هي ايه؟ قال ولما احست بخطئها وندمت تشفع اليه القوم، طبعا هي صارت ممسوخة، جو جماعة طبعا تشفعوا من أقربائها أو أقربائه. قال فدعا الثالثة فعادت كما كانت زوجة عادية. فعادت كما كانت زوجة عادية. يعني شوف لما قال سيدنا علي، قال دع ذكرهن، دع ذكرهن فإنهن بلاو، ريح الصبا وعهودهن سواء، يكسرن قلبك ثم لا يذكرنه، وقلوبهن من الدواء خلاء. كلام سيدنا علي. وسأل النعمان طبيبه، نعمان بن المنذر سأل طبيبه العربي، قال له سأله عن السوءة السوءاء والداء العياء، يعني أصعب سوءة وأشنعها، عن السوءة السوءاء والداء العياء، يعني الداء الذي أعيا الأطباء. فقال المرأة التي تعجب من غير عجب، تتعجب من غير شيء، وتغضب من غير غضب،
حمقاء يعني. نعم. إن كان مكثرا لم ينفعه ماله معها يعني. لو هو غني ما دام هي حمقاء مش هينفع، مش هينفع معاها يعني. وإن كان مقلا عيرته بالفقر. يعني على كلا الحالتين ليس مستريحا. قال فتلك التي أراح الله منها بعلها وضيق عليها قبرها. مش كلهم. لا لا ده هو بيتكلم عن 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 زي ما تقول الايه المرأة بصفة معينة انت حققت فيها فهي الداء العياء والسوءة السوءة. يعني هي السوءة السوءة. قال واما الداء العياء فالشاب القليل الحيلة. ما عندوش حس التصرف. اللزوم للخليلة الذي يتعلق بالنساء. ان غضبت ترضاها. ان غضبت الصديقة يعني. وان رضيت فداها. قال لها فداك ابي وامي. قال فلا كان ذلك في الاحياء. دعاء علم يكون في الاموات. الداء العياء ده الشاب القليل الحيله ده. القليل الحيله اللزوم للخليله. إن غضبت ترضاها وإن رضيت فداها. ولا فداك إيه؟ أبي وأمي. فلا كان ذلك في الأحياء. يقول وهذا وقد ظهرت آراء حديثة في عهود التحرر والثورة على القديم. الناس لما إيه يسورون على كل قديم ولا يرضون به، يسيرون وراء الحديث، يقولون إن قوامة الرجل على المرأة محلها إن كان صالحا لها، وإلا كانت القوامة لها عليه. إن كان صالح للقوامة والسيادة يبقى هو السيد، مش صالح يبقى لها هي. قال وهذا فهم عقيم يراد به مسايرة التطور في رفع درجة المرأة لتساوي الرجل وتمنع السيطرة عليها. فعلى فرض عدم أهليته للقوامة فلن تكون المرأة هي القوامة عليه، بل ذلك يكون لرجل رشيد يرعى شؤونه، شؤون الزوج يعني، لسفه أو عجز أو جنون أو مرض أعجزه عن القوامة، يبقى برضو القوامة تنتقل من رجل لرجل، لأن السفيه مثلا الشرع بيحجر عليه يعني يمنعه من التصرف إلا بإذن الولي أو الوصي عليه، لكن ما تكونش هي الإيه؟ هي الوصية المرأة. ما تنتقلش القوامة من رجل لرجل، رجل المرأة أبدا، تنتقل من رجل لرجل. قال وإن أعسر بالنفقة عليها، وهو العامل الثاني الكسبي في استحقاق القوامة عليها، جازت لها المطالبة بفسخ العقد، لا أن تكون هي قوامة عليه.
القرآن قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني المواهب العقلية والجسدية الموفرة في المرأة في الرجل ولم تتوفر في المرأة. يبقى ده العامل الأول للقوامة. العامل الثاني النفقة وبما أنفقوا من أموالهم. هنا إذا أعسر طبعا الشرع ما يطالبهاش هي بالنفقة، وإنما يجوز لها أن تفسخ العقد كما هو رأي الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم. وقال الإمام أبو حنيفة لا يجوز لها الفسخ، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الإمام أبو حنيفة برضو يعني لا تزال القوامة معه ولكن ينظر إلى الميسرة إلى حين أن ييسر الله عليه وسلم، لأن ده أمر إليه. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني تنتظر حتى ييسر الله عليه. وما زالت القوامة برضو إيه؟ له. بعدين الشيخ عطية بيقول ولا يفوتني هنا أن أشيد بموقف الأمير ألبرت البلجيكي الذي تزوج فيكتوريا ملكة إنجلترا اللي تولد في يونيو سنة 1837 ميلادية. على كره منها مع أنه ابن خالها، فقد طرقت عليه باب مكتبه يوما وهو مشغول بالمطالعة يقرأ، فقال من بالباب؟ فقال ملكة إنجلترا. تكتب ملكة إنجلترا، فلم يرد عليها. مرضيش يفتح لي. فطرقت الباب ثانية فسألها كما سأل أولا من بالباب، فقالت أنا زوجتك. ففتح لها ثم قال إنني أعرف أن زوجتي في بيتي لكني لا أعرف ملكة إنجلترا فيه، يعني هي في بيتي ليست ملكة، زوجة. ولذلك لما وصفت نفسها بالملكية ما رضيش يفتح لها الباب. لما اعترفت وتنازلت فتح لها الباب، قال انا ما اعرفش ملكة انجلترا في بيت، انا اعرف ايه زوجة في بيت. إن المرأة تعيش في حياتها الزوجية على ما تعودته في أيامها الأولى. المرأة تعيش حياتها الزوجية على ما تعودته في أيامها الأولى، وهي سترسي المستقبل في حياتها على طعم الكأس الذي شربتها في هذه الفترة التي انتقلت فيها إلى عشها الجديد بمناخه الجديد. فكيف لها المناخ الذي ينبغي أن تتعوده. يعني المرأة دايما بتسير على سير الأيام الأولى في الحياة الزوجية. فإذا رأتك رجلا قواما حازما لا تلين
سارت بقية حياتها هكذا. إن رأتك عاد ضعيفا جبانا خوارا رجروجا سادت عليك طيلة حياتك. ضع لها أسس النظام التي تحب أنت أن تسير هي عليه. ولذلك نساء السلف كانت تقول له، شوف ازاي، بين لي ما تحب وما تكره، ومن تحب ومن تكره. ازاي؟ يعني حتى أحب ما تحب وأكره ما تكره، وأحب من تحب وأكره من تكره. ده في أول ليلة في الزفاف كانت الواحدة يعني تخطب أو تقول هذه الكلمة. إن كانت طبعا شقيها بتخطب خطبة تبين فيها يعني حقوق الزوجية، ما لها وما عليها. الشباب الآن بيتنازل عن القوامة والسيادة من أول الخطوبة، مش من أول الدخلة، ده في المرحلة التمهيدية للزواج. شوف ازاي تجس النبض تلاقي العرق متوقف، لا نبض خالص، ما العرق ميت. فبترقبه، أريد كذا أريد كذا أريد كذا، حتى مجرد مراعاة حالته المادية ما فيش. يعني أحيانا تفسخ الخطوبة علشان طقم ملامين ما رضيش يجيبه، خلاص انت روح لحالك وانا لحالي. شفت؟ عشان النبض مفيش خالص، مفيش حاجة، ميت ويابس من زمان. مش لسه بيحتضر، ده ناشف، مات له مدة. بعدين يقول لا، الشيخ بيقول لا أريد منك أن تمثل الدور الذي يمثله رجل التبت، مدينة اسمها التبت، من ضربه لزوجته ليلة الزفاف 3 ضربات. الإسلام لا يريد هذا طبعا. قال إيه؟ الضربة الأولى لتنسى والديها، أول كرباج يعني، لتنسى إيه؟ والديها. والثانية لتنسى أحباها السابقين، كان عندها حبيب تنساه، الضربة الايه؟ الثانية. والثالثة لتخافه، عشان تخاف منه يعني. 3 ضربات. بل بين لها ما تحب وما تكره. انت يعني مش تضربها، لا، قل لها انا احب كذا واكره كذا، احب فلانا واكره فلانا. يعني علشان ايه؟ الدخول البيت. لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من حق الزوج على زوجه
ألا يوطئن فرشهن من تكرهون، يعني من حتى من محارمها برضو، يعني لو هو ما يحبش حد من المحارم برضو ما تفتحلوش الباب ما دام هو ما يحبوش. شوف ازاي؟ اي امر، اي امر يكرهه الرجل من طعام او شراب او لباس او شخص يجب على امرأته ان تبتعد، ان كانت تريد طبعا ان تحافظ على حقوق زوجها. وبعد تعليمها راقب التنفيذ، يعني قل لها كذا وكذا، علمها، ثم بعد ذلك شوف ايه، شوف التنفيذ. انما تضربهاش ثلاث ضربات زي رجل التبت، لا بلاش، الاسلام طبعا لا يامر بهذا. الاسلام كرم المراه، قال ولا تجعل شهرك الاول كله عسلا صافيا خالصا فالنفس تمله، وربما كان فيه السم الزعاف وأنت لا تحسه، بل اجعله ممزوجا بشيء من مرارة التوجيه والإرشاد. حتى تكون آخر الكأس كأولها على نسق واحد، يعني أولها عسل آخرها عسل والثاني فيه مرار شوية. علشان خاطر ايه؟ لانه لو وجدتك عسلا صافيا لحستك ولم تترك فيك شيئا. العسل ما تخلصه. قال وهذا ما نحاه شريح مع زوجته التميمية، وسيأتيك نبأه عند الحديث عن حقوق الزوج على زوجته. شهر العسل ده زي ما تقول هو المفتاح، مفتاح الحياة للآخر. مفتاح الحياة للآخر، إن كنت حازما فيه صرت حازما بقية حياتك، إن كنت ضعيفا خوارا فيه فأنت إلى آخر الحياة هكذا. بل إن شهر العسل له خطورته وأهميته. قال فالملاحظ أنه يكون فترة ترف وبزخ، ترف في الأكل والشرب والثياب والعيشة على وجه العموم، ليظهر الزوج أمام زوجته بأنه ثري، ثري عظيم، يملك كثيرا من الايه؟ من المال، وعامل بهم جمعيات كلها. قال يجتذب بذلك قلبها واعجابها واحترامها له، وهذا له اثره على الميزانيه في المستقبل، لانها طبعا هتاخذ على الايه؟ على هذه العادة. العرب يقول لك أعط كل جسد ما عودته. قال وهو يعقب هما كبيرا، موضوع الماديات بالذات، للتخلص من ورطة الديون أو متابعة المستوى الذي بدأ به حياته الزوجي. يبقى لازم برضو إيه؟ يحذر من العسل المستمر. لازم يبقى في وسطاني موالح، تحس بالملح. لا موالح ازاي؟ ولا كده ولا كده، يا عسل كله يا ملح كله، لا يشكل. زمان مولانا الشيخ صالح في الدرس عم يقول يا اخوانا الزواج ده
زي برميل مليان عسل، مليان مش فوقيه شوية عسل من فوق، يخلص العسلات يبدأ إيه المش. واحد قال له سيدنا الشيخ أنا ما شفتش عسل أبدا. الشيخ قال لي يبقى فتحت البرميل من تحت. تعب المقلوب. تحصل بالعسل جاي إن شاء الله. انتظر واصبر حتى يحكم الله. واصبر حتى يحكم الله لما يجيك العسل. تحصك اديك مع المشي لما يجيك العسل. هنعمل ايه؟ لا فتحت البرميل من انعاش لما يجي العسل. بعدين بيقول ايه؟ وكذلك حاجه ثانيه برضه غير حكايه المعيشه في فتره شهر العسل، وكذلك تكون هذه الفتره فتره تحرر من كثير من القيود واطلاق العنان للشهوه والمجامله الكبيره، وتلك لها أثرها في نظرة كل منهما للآخر. يقوى فيها الظن أن الكأس ستظل مترعة بهذا اللون من الإحساس والشعور، وأن آخر قطرة منها ستكون حلوة كأولها. وهذا الظن سيظهر أنه وهم وخيال عندما يصطدم الزوجان بصخرة الواقع الطبيعي البعيد عن التكلف والتصنع. يعني فترة، هي الفترة الأولى دي يعني الحب فيها بيبقى شديد والمجاملة كثيرة، لكن ما بيظلش طبعا هذا الحب كما هو، بعد شوية يبدأ الايه الخناق والعض في الروس. ضروري يعني، ضروري شئت أم أبيت. ولذلك علماء النفس يقولون إيه؟ يقولون الزواج يفسد الحب. الزواج يفسد الحب بين الحبيب. لأنه الحياة الرتيبة فيها ملل، والملل يورث الضجر، فلا بد ان يحصل ايه هذا الضرر، الضجر الذي يجعل الانسان طبعا يختلف مع زوجه ويعلو صوت كل واحد منهما على الاخر. فلا بد طبعا يخلي باله من الايه حكايه التكلف والتصنع في شهر العسل، يعني يجعل نفسه رجلا طبيعيا لا يتكلف ولا يتصنع، لانه هيصطدم هو بصخره الواقع غصب عنه. الخطوبه وشهر العسل بعديها كمان زياده شويه. بعدين الشيخ بينبه على حاجة مهمة اللي هي ايه؟ بيقول يشاهد في هذه الفترة أن كثيرا من الأزواج يحرصون على قضائها في بلد أجنبي. ولك هنقضي شهر العسل في أوروبا مثلا أو في أي بلد غير البلد التي يعيش فيها. قال وهذا له أخطار، اللي هو ايه؟ الخروج خارج البلد سواء كان مصر أو غيرها، منها الوقوع تحت تأثير التقليد الأجنبي في الأوضاع والأخلاق ومظاهر السلوك التي تكون بعيدة عن حياتنا الإسلامية وتقاليدنا العربية. الناس اللي بتروح أوروبا دي
لأن الأخلاق غير الأخلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين. لم يرضى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعيش وسط إيه؟ وسط أظهر المشركين، لأنه زي ما يقول العلماء الحكماء: من جالس جانس، والطبع يسرق من الطبع. فلازم طبعا الإنسان يحكم نفسه بالإسلام، يحكم نفسه بالإسلام. ومنها طبعا برضو هي خطورة قضاء شهر العسل في بلد أجنبي، ضياع جزء كبير من المال لتغطية لوازم المتعة في هذا البلد، والأزواج أولى به وبلادهم أحق بإنفاقه فيها. طبعا اللي بيطلع بره ده شوف تذاكر بكام، وشوف الفنادق اللي بينزلها يصرف كام، مئات الآلاف، مئات الآلاف. فهو أولى بها، الزوجات أولى بها، وبلده أولى بالإنفاق فيه. قال: ومنها من ضمن الأمور الخطيرة الدعاية السيئة لأخلاق المسلمين، فإن هؤلاء يخرجون كثيرا عن حدود الأدب واللياقة مجاراة لغيرهم. طبعا ما يقدرش يلبس مراته هناك خمار وعباء، لابد أن يجعلها متبرجة، كما هم متبرجات أو كما هن متبرجات. قال: وهذا يعطي صورة سيئة عن الإسلام، لأنه بيتحرر طبعا من الأخلاق الإسلامية حتى يجاريهم، أو على الأقل يعطي صورة سيئة عن المجتمع الإسلامي الذي لا يتمسك بدينه، وهو دين الرجولة الحقة والأخلاق الفاضلة كما يدعي أهله، كما يسمع عنه الأجانب. فالأخطار في هذا التقليد ماديا وخلقيا ودينيا. قال: وقد نعى كاتب إنجليزي على شهر العسل، واحد إنجليزي، وختم مقاله بقوله: لو أنصف الأزواج لجعلوا شهر العسل بعد الزواج بعام كامل على الأقل، سنة، لكي لا تبدأ الحياة الزوجية بمظاهر مؤقتة ليس في الاستطاعة أن تستمر. لأنه بتبدأ زي ما نقول برتم عالي كل شيء، بعد ذلك لا يستطيع السير عليه بقية الحياة، فقد يكون سببا في الإخفاق وانقطاع الحياة الزوجية، لأنه يبدأ حياته الزوجية بمعصية الله تبارك وتعالى. لأن هم لو خلوا شهر العسل بعد الزواج بعام كامل مش هيعملوا شهر عسل، خلاص، لأن العسل خلص، خلاص أصبحت الحياة عادية، خلاص مش محتاجين هم لشهر عسل. ده عفريت، الإنجليزي ده عفريت، عايز يوفر فلوس، قال: وكانت نساء العرب يعلمن بناتهن طريقة اختيار الزوج في أيام الزواج الأولى لتعامله بعد ذلك
على ضوء النتائج التي يسفر عنها الاختبار. يعني نساء العرب يعلم البنات طريقة اختبار الزوج، شوف يعني. فكانت المرأة تقول لبنتها: اختبري زوجك قبل الإقدام والجراءة عليه. قال: انزعي رمحه من الجراب بتاعه، فإن سكت فقطعي اللحم على ترسه، فإن سكت فكسر العظام بسيفه، فإن سكت فاجعل الإكافة على ظهره وامططي فإنه حمارك. حمارك اختبارهم. شوف، انزع الرمحة، المفروض ما تنزعوش إلا إيه؟ بإذن. ولذلك قالت إيه؟ فإن سكت فقطع اللحم على ترسي. الترس اللي هو بيصد السيف، يعني دبس على اليد علشان إيه؟ مصدة السيف، مصدة السيف تعملها مكان الجرم. فإن سكت فكسر العظام بسيفه عشان يخسر، كسر السيف سنه ايه؟ هيخسر السيف طبعا رقيق. فإن سكت فاجعل الإكاف البردعة على ظهره، فاجعل الإكاف على ظهره وامططي فهو حمار. كله ولا حرق. كلام الإحياء الشيخ الإمام أبو حامد الغزالي. العرب أذكياء. أذكياء. ثم اعلم أن رابطة الحب والتوافق تلعب دورا هاما في سعادة الأسرة وضمان سيرها في طريق الاستقرار، لأنها كمحالفة بين ربان السفينة والبحر. رابطة المحبة يعني زي ايه؟ قائد السفينة مع البحر، من طول ما البحر بهد سره معاه يبقى السفينة مستقرة عليه، أما لو هاج البحر عليه قلب السفينة. لأنها كمحالفة بين ربان السفينة والبحر لا يجد معها ما يعوق سيره أو يشغل فكره، لأن البحر هادئ. والحب ميل القلب نحو الغير، الحب ميل القلب نحو الغير، وقد تكون أسبابه المباشرة غير معروفة، فهو توجيه إلهي لا يملك المرء أحيانا صرفه عن قلبه. خلي بالك، يعني الحب ده من الله، يضعه الله تعالى في قلب من شاء. ولذلك الله يرحم الشيخ الشعراوي كان يقول: أنت تستطيع أن تكره المرأة على تنفيذ أمرك وطاعتك، لكن لا تستطيع أن تكرهها على أن تحبك. ليه؟ لأن مالك القلوب هو الله. فميل القلب ده من يملكه؟ الله. إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى
إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. حديث صحيح مسلم. إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. في بين يدي قرأت رواية بين يدي؟ لا لا ده لفظ الحديث اللي أنا حافظه يعني. لما السيد أبو سلمة كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. سيدنا أبو سعيد الخدري قال أتخاف علينا رسول الله، أو سيدنا أنس واحد منهم يعني، أتخاف علينا رسول الله؟ قال إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقام وإن شاء أزاغ سبحانه وتعالى. فالحب ده طبعا ميل قلبي، لكن مين اللي هو ايه يميله؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهو توجيه الهي لا يملك المرء احيانا صرف عن قلبه. قال وهذا امر مشاهد محسوس يشير اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عندما نقدت السيدة عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، قال لها إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها من الله يعني. رواه أصحاب السنن عن السيدة عائشة رضي الله عنها. فالتعبير بقوله رزقت يشير إلى أنه عمل إلهي، عمل إلهي. وحديث النسائي حبب إلي من دنياكم النساء والطين وجعلت قرة عيني في الصلاة حبب. شوف يعني هذا شيء من الله، ما قالش أحببت، قال حبب. فهنا برضو إني قد رزقت حبها سيدة خديجة رضي الله عنها، ويشير إليه صلى الله عليه وسلم هو يقسم بين نسائه يعني ما يملكه من إيه، من طعام أو شراب أو كسوة. اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني أن قسمة الأمور المادية مستطاع أن يكون فيها عدل بين الايه الزوجات، أما الحب، أما الحب فمن الصعب أن يكون فيه عدل بين أكثر من واحدة، بدليل قوله تعالى إيه؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه سبحانه وتعالى. فالعدل التام في الحب غير مستطاع. يعني يوزن مثلا، يوزن محبته بين الأزواج، هذا طبعا لا يملكه، لا يملكه أصلا. بعض الجهلاء يقول لك إيه التعدد ممنوع، ليه؟ عشان القرآن قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لكن هو ما أرادش العدل المادي، إنما أراد العدل الوجداني والحب. مهما حاول الإنسان لن يستطيع، لن يستطيع. ولهذا أرشد الله إلى عدم الإسراف فيه نحو المحبوب، قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والكلام في الزوجتين أو أكثر من زوجة يعني، بدليل فلا تميلوا. طبعا هو جاهل باللغة العربية اللي بيقول كده، بيقول إن الإسلام يمنع التعدد، ويستدل بالآية. طب دي الآية نص في التعدد، فلا تميلوا لمين؟ طيب
يعني ما تملش الواحد وتترك الثاني. يعني الآية في التعدد.